بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم، الوحدة الرابعة الفصل السادس، الدرس الأول بعنوان الطقس من حولنا. ماذا نعني بمصطلح الطقس؟ الطقس هو حالة السماء والجو خلال اليوم. عندما أخرج من المنزل في الشارع أطالع إلى السماء، قد تكون السماء مليئة بالغيوم فأقول طقس اليوم غائم والجو بارد. قد تكون السماء صافية والشمس ساطعة، أقول الجو اليوم مشمس، طقس اليوم مشمس وحار. أو قد تكون الجو ممطر مع رياح شديدة، أقول الجو اليوم أو طقس اليوم ممطر وعاصف، أي بمعنى رياح شديدة موجودة مع الأمطار التي تتساقط. انظر ابن الطالب إلى الصورة التي أمامك. في الأجواء الممطرة يظهر قوس المطر. قوس المطر كما ترون أمامكم أبناء الطلاب مجموعة من ألوان أحمر وأصفر وأخضر وأزرق ونيلي وبنفسجي، مجموعة من الألوان تعرف بألوان الطيف، تظهر أحيانا في السماء ويكون موضعها عكس موضع الشمس، أحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وأزرق ونيلي وبنفسجي. هذه الألوان تحدث نتيجة انكسار ضوء الشمس في قطرات المطر الموجودة في الغيوم في السماء، ويكون موضع قوس المطر عكس موضع الشمس. فإذا كانت الشمس في الشرق يكون قوس المطر في الغرب، وإذا كانت الشمس في الغرب يكون قوس المطر في الشرق. في هذا الفصل أبناء الطلاب الفصل السادس سوف نأخذ درس الطقس من حولنا ودرس الفصول الأربعة. من المصطلحات التي يتم دراستها فصول السنة الأربعة: الربيع والصيف والخريف والشتاء. السنة بها 12 شهراً، بها أربعة فصول، كل فصل مدته 3 شهور. الربيع، فصل الربيع هو الفصل الذي يأتي بعد فصل الشتاء. فصل الصيف هو الفصل الذي يأتي بعد الربيع. فصل الخريف هو الفصل الذي يأتي بعد الصيف. فصل الشتاء هو الفصل الذي يأتي بعد الخريف. هيا أبناء الطلاب نبدأ مع الدرس الأول من الوحدة الرابعة الفصل العاشر بعنوان الطقس من حولنا. انظر ابن الطالب إلى الصورة التي أمامك، السماء مليئة بالغيوم. انظر إلى أوراق شجر النخيل، بمعنى وجود رياح شديدة مع جو غائم. ما الوصف المميز لحالة الطقس في الصورة؟ سماء مليئة بالغيوم مع رياح شديدة، أقول أنه طقس غائم وعاصف وبارد. فعندما أقول أن طقس اليوم غائم وعاصف وبارد فقد وصفت الطقس في هذا اليوم. ابن الطالب عندما تخرج مع والدك خارج المنزل، انظر إلى السماء والجو من حولك وحدث والدك عن حالة الطقس، اوصف حالة الطقس لوالدك. إذا كانت السماء صافية، الجو مشمس، طقس اليوم مشمس وحار غائم مع والجو بارد، قد يكون الجو ممطر وعاصف، فأوصف لوالدك دائما حالة الطقس التي تراها، واطلب من والدك أن يحدد لك الفصل السنة الذي يوجد به هذا اليوم، قد يكون في فصل الصيف، قد يكون في فصل الخريف، قد يكون في فصل الشتاء، قد يكون في فصل الربيع. هيا ابن الطالب نجري هذا النشاط الاستقصائي. ما الذي ألاحظه على الهواء؟ أحتاج إلى عصا خشبية، شريط ورقي، شريط لاصق. أعمل أداة لمعرفة حالة الطقس باستخدام العصا الخشبية والشريط الورقي. أضع الشريط الورقي على حافة المسطرة الخشبية
من اعلى او من اسفل، واثبته واثبتها بالشريط اللاصق. اتوقع ما حالة الطقس التي تساعدني هذه الاداة على تعرفها؟ تساعد على معرفة اتجاه الرياح وشدته. ألاحظ، أحمل أداة الطقس إلى الخارج وأرفعها إلى أعلى، ماذا ألاحظ؟ ألاحظ حركة الشريط الورقي مع اتجاه حركة الرياح، يتحرك الشريط الورقي دائما مع اتجاه حركة الرياح. أقارن، أستخدم أداة الطقس هذه لأختبر حركة الهواء عدة أيام، ماذا ألاحظ؟ يتغير اتجاه وشدة الرياح من يوم إلى آخر، دائما الرياح يتغير اتجاهها وشدتها من يوم إلى آخر. ما الطقس؟ تؤثر حالة الجو في اختيار الملابس التي نرتديها. الطقس حالة السماء والجو خلال اليوم. أكرر، الطقس حالة السماء والجو خلال اليوم. السماء قد تكون مشمسة أو غائمة، والجو قد يكون جافا أو ممطرا أو مثلجا. أكرر، السماء قد تكون مشمسة أو غائمة، والجو قد يكون جافا أو ممطرا أو مثلجا. انظر ابن الطالب إلى هذه الصور التي أمامك. الصورة الأولى، انظر إلى السماء، هذا طقس غائم، السماء مليئة بالغيوم. الصورة الثانية، الشمس صافية، السماء صافية والشمس ساطعة، نقول أن الطقس مشمس. انظر ابن الطالب إلى هذه الصورة، الأمطار على السيارة، نقول أن طقس اليوم ممطر. الصورة التي تليها، الثلج يغطي الأرض، نقول أن طقس مثلج، وهكذا. عندما تسخن الشمس الهواء فإنها تغير درجة الحرارة. درجة الحرارة هي مقدار سخونة الشيء أو برودته. أكرر، ماذا نعني بدرجة الحرارة؟ هي مقدار سخونة الشيء أو برودته. ماذا نعني بمصطلح الرياح؟ الرياح هي الهواء المتحرك. أكرر، الرياح هي الهواء المتحرك، تتحرك الرياح ببطء أو بسرعة كبيرة. انظر ابن الطالب لهذه الصورة، المظلة تقي من المطر وحرارة الشمس. كيف تؤثر درجة الحرارة في تصرفاتنا اليومية؟ أكرر السؤال، كيف تؤثر درجة الحرارة في تصرفاتنا اليومية؟ تحدد نوع الملابس التي نرتديها ونوع الأنشطة التي نقوم بها. عندما يكون الجو حار نلبس الملابس البيضاء الخفيفة، عندما يكون الجو بارد نلبس الملابس الصوفية الملونة الثقيلة، وهكذا. فدرجة الحرارة تحدد نوع الملابس التي نرتديها، سواء كان الجو حار أو الجو بارد. كيف نقيس الطقس؟ هناك بعض الأدوات التي نستخدمها لقياس الطقس. من هذه الأدوات مقياس الحرارة الذي أمامكم، يقيس درجة الحرارة، أنبوبة طويلة من الزجاج بها انتفاخ من أسفل، يوضع به مادة سائلة، هذه المادة تتأثر بدرجة الحرارة فهي تتمدد وترتفع إلى أعلى، متحركة على تدريج مدرج من أسفل إلى أعلى. المادة السائلة هي التي تحدد درجة حرارة الجو، فمقياس الحرارة يقيس درجة الحرارة. مقياس المطر يقيس كمية المطر. هذا الوعاء يوضع في الخارج في مكان آمن عند بداية سقوط المطر، ونتركه في مكان آمن، يسقط بداخله المطر بتدريج، يقيس كمية المطر التي تتجمع بداخله، ونقيس كمية المطر في اليوم التالي، نحسب كمية المطر الساقطة بواسطة مقياس المطر، فمقياس المطر يقيس كمية المطر. الأداة الثالثة تسمى بدوارة الرياح، عبارة عن سهم قابل للدوران مثبت على حامل، توضع هذه الأداة فوق في مكان مرتفع، فوق منزل، فوق جبل، في مكان مرتفع،
تسمى بدوارة الرياح، يتحرك فيها السهم مع اتجاه الرياح. فدوارة الرياح تحدد اتجاه حركة الرياح. بالنسبة ننظر إلى السهم، فاتجاه السهم دائما هو الذي يحدد لنا اتجاه حركة الرياح. اقرأ الصورة. أي الأدوات تقيس درجة الحرارة؟ الأداة الأولى مقياس الحرارة، أم الثانية مقياس المطر، أم الثالثة دوارة الرياح؟ أحسنت ابن الطالب، الأداة الأولى التي تسمى مقياس الحرارة. أكرر، أي الأدوات تقيس درجة الحرارة؟ مقياس الحرارة. بعض الأدوات تقيس درجة الحرارة، وبعضها يقيس اتجاه الرياح، وبعضها يقيس كمية المطر. الأداة التي تقيس درجة الحرارة مقياس الحرارة، والتي تقيس اتجاه الرياح دوارة الرياح، والتي تقيس كمية المطر مقياس المطر. ما أهمية قياس الطقس؟ لماذا نقيس الطقس؟ لأنه يحدد نوع ملابسنا، وحتى نعرف كمية المطر أو الثلج الساقط. تاني، أكرر، ما أهمية قياس الطقس؟ يحدد نوع ملابسنا، وحتى نعرف كمية المطر أو الثلج الساقط. هاتان البنتان تقيسان كمية المطر باستخدام مقياس المطر. أفكر وأتحدث وأكتب. السؤال الأول، أرتب الأشياء. أذكر الخطوات التي أقوم بها لأعرف كمية المطر التي تساقطت خلال يوم واحد. الخطوة الأولى، أبحث عن مكان آمن لوضع مقياس المطر. الخطوة الثانية، أترك المقياس في الخارج. الخطوة الثالثة، أقيس كمية المطر في صباح اليوم التالي. أكرر الخطوات. أول خطوة، أبحث عن مكان آمن لوضع مقياس المطر. الخطوة الثانية، أترك المقياس في الخارج. الخطوة الثالثة، أقيس كمية المطر في صباح اليوم التالي. السؤال الثاني، سؤال أساسي، كيف يؤثر فينا الطقس؟ تحديد نوع الملابس التي نرتديها، وأي الممارسات التي نقوم بها، النشاط الذي نقوم به، والملابس التي نرتديها عندما نعرف الطقس. شكرا لكم أبناء الطلاب في نهاية الدرس، وإلى اللقاء في درس جديد قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.